مستر زيد، وش اللي توسخ قبل او بعد ما تغسل؟ الفرش. الفرش، الفرش، المفروشات. الحين الواحد يغسل السجادة كل سنة مرة مرتين. هذا انغسلها. في احد انا عارفه عنده سجادة، انا خابرها يوم عمري 12. هذه ما حطها. السلام عليكم. هو بس مهم، معقول العالم شغالين بس بتتوسخ بسرعه؟ ما تتوسخ بسرعه. ها، انا اقول شيء يتوسخ بعد ما تغسله. قال الملابس، وش غير؟ انا اقول السياره. السياره وش اللي يتسخ بسرعه بعد ما تغسله؟ ممكن الزجاج. الزجاج من الحوش حق البيت. الحوش؟ إيه. الحوش. الأرض. قرب بس الأمور، باقي جوابين وكم خطأ؟ ولا خطأ؟ ما خطأين عندنا. عندكم خطأين، تو أخطيتوا بالأول مرة. خطأ واحد بس. لا، أخطيتوا مرة وتو أخطيتوا. لا، ما أخطينا. خطأين، خطأين. يلا، عندك خطأين وأبى أشوف وش تزين. يلا، أسأل الله يجيب. شفت؟ شيء يتوسخ بسرعة بعد ما تغسله. وش الأشياء اللي غسلتها تتوسخ غير الملابس والأرض والزجاج والنوافذ والسيارة؟ إيش؟ ممكن الجزمة تكون. الأحذية. باقي جواب واحد، لا تغرز هالمرة يا أبو عبد. لا لا، الحمد لله الأمور سهلات، بس أنت لا تغرز. شغل الدبلات وعطني إياها. شو الملابس والحذاء والأرض والزجاج والنوافذ والسيارة، وش غيره؟ شيء يتوسخ بسرعة بعد ما تغسله. ها، أعد. خمسة، أربعة. طيب نقول الطاولات والأثاث. قال الأثاث ما الفرش تو ما زبط، نسيت. أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. عطوه قطيط. هذا الخطأ الثاني. هديل. يمكن الأواني. أقول إيه؟ الأواني.